السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض الآيات لازم تثبتها في قلبك حتى ترتاح. إذا عندك مكتب في البيت علقها في المكتب، أو عندك غرفة أو أي مكان، بس ثبتها في مكان حتى تتذكرها بين فترة وفترة، حتى تعيش بسلام، حتى تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نأخذ بعض هذه الآيات ونشرحها شرح بسيط، فإذا أردت أن تتعمق ابحث عنها. يقول ربنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أهل اللغة المتخصصين يقولون بأن العسر هنا مذكور بألف ولام، ففي اللفظين مراد به شيء واحد، ويسر مذكور بلا ألف ولام، ففي اللفظين مراد به شيء آخر عن الثاني، فاليسر أكثر من العسر، فتطمن. ويقول ربنا في آية ثانية، آية عجيبة، أنا أول ما سمعتها أول مرة ارتحت في كثير من جوانب حياتي. يقول ربنا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو العزيز الحكيم، لو تأملنا هالعبارة راح نرتاح خلاص، لو وثقنا بصدق بأنه هو العزيز الحكيم. ساعات تصيرنا مواقف الحياة نشوف شيء فيه الخير لنا وناس يمنعونا منه، ونتضايق ونكره الناس. ليش نتضايق؟ إذا أراد الله لنا خير ما حد راح يقدر يمسك هالشيء عنا، وإذا أراد الله بأن يمنعنا من شيء ما حد يقدر يعطينا إياه. خلاص الآية واضحة، اقراها بقلبك، ذكر نفسك بها بين فترة وفترة حتى تعيش بسلام. ومن الآيات الجميلة اللي تريحك صدق، اللي لازم تذكرها بين فترة وفترة، يدبر الأمر. أنت لما عندك مشكلة تروح عند إنسان تثق فيه وتثق في قوته وقدرته على أن يقدر يحل مشكلتك، يدبر لك هالمشكلة، يحل لك إياها. فربنا يقول في القرآن: يدبر الأمر. فأنت ما تثق فيه، قلت لكم معظم مشاكلنا ناتجة عن قلة معرفتنا وقلة ثقتنا بالله. نحن نحتاج على أن نعرف الله أكثر ونحب الله أكثر. يدبر الأمر. في كثير من الآيات أيضا تريحك، حاول تبحث عن معانيها، حاول تتعمق فيها. منها: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومنها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولمولانا الشعراوي كلام جميل بخصوص هالآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل ما يكتبه الله لنا خير. يقول مولانا الشعراوي: لا تحزن ولا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون تنفيذه أنهم يطبقون إرادة الله فيك، فلا تحزن وثبت هالآيات بقلبك. وفي كثير من هالآيات في القرآن، ابحث عنها بنفسك، دور عن معانيها. يا رب نور قلوبنا بالقرآن، يا كريم يا ودود يا رحيم.